اليوم رح نستعمل التفاح الأخضر بدل الأحمر لأنه أقل بالسكر وعالي كتير بالألياف. بس مثلاً حتى التفاحة إذا طلعتي على الدراسة تبعتها فيها سكر عالي، فيها كربوهيدرات عالية، يعني كل تفاحة تقريباً فيها زي 3 معالق سكر، كل تفاحة فيها تقريباً 50 كالوري 60 كالوري، بس هذا كارب منيح. أول شيء رح نحط ثلج، وبدك إشي ليكويد عشان يخلط. أوكي. فاليوم تبعنا رح نستعمل الشاي الأخضر، شاي بيعطيك طاقة وعالي كتير بالأنتي أوكسيدنت وما فيه كافيين زي القهوة. حلو. فرح نستعمل أولاً نص كوب ثلج عشان يضلوا بارد. أوكي. خاصة بالصيف كتير منيح للصيف. بس ممكن هاي فطور هاي هيك لأنه جرين تي بدل ما القهوة. أنا هذا البفطر قبل ما أتمرن. حلو. رح نستعمل بس نص تفاحة خضراء. حلو. ده رح نستعمل الخيار. الخيار كتير عالي بالمي والألياف ويدوب فيه كالوريز، يعني كل خيارة فيها تقريبا 20 كالوري. بتقدر تستعملي سبانخ إذا ما بدك تستعملي. سبانخ دائما أستخدم. صح. بتقدر تستعملي الكيل اللي هلا بسموه سوبر فود. ونعناع هاي. رح النعناع لأنه كتير منيح للمعدة وريحته حلوة وفرش. بتقدري تستعملي نعناع ناشف أو نعناع فرش، بس إحنا عندنا فرش رح نستعمله. كتير أحب النعناع بالضبط. والبروتين باودر. البروتين هلا إذا أنت عم تاخديه قبل الرياضة أو ما بتلعب الرياضة إنه ما بتحملي أوزان، أنا بنصح تاخدي بس نص سكوب. خليها بس هاي هي ونخلطهم بس، ما بدها في شيء عشان هيك. ما هي يعني أسرع وجبة هاي. أسرع وجبة الفطور، أسهل لك مما تقعدي تقلي بيضة و... بالضبط. يلا وجربيها. هاي تقريبا بس فيها 80 كالوري، تخيلي. ممتاز ممتاز. شفتي فيه طعم حلو بس كتير خفيف. وهذا إذا قلتي للست اللي بدها إشي حلو كل الوقت، هذا بشبعك إنه تعطيكي هذا الشعور اللي إنه فيه إشي حلو. ممتاز. يعني الأكل الصحي نمط حياة مش دايت. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أنا سعيدة كتير كتير.